والعدالة. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. شكرا. يا عملاق القصر يا عملاق باطن فكرك في الرفاق رأس الحية يا أمريكا حي الباق بيد الكسر حي الباق بيد الكسر تشيل يسقط يسقط رأس المال. يعني نقف اليوم وقفة تضامنية مع الشعب الكوبي بخسارته الفادحة برحيل القائد الأممي زعيم الثورة الكوبية فيدل كاسترو الذي قدم حتى رمقه الأخير وحتى نفسه الأخير قدم ما قدمه للشعب الفلسطيني من مواقف قوية وداعمة لقضيتنا العادلة ووقوفه الدائم بجانب قوى التحرر في العالم خاصة قضية الشعب الفلسطيني. إن خسارة القائد الأممي الزعيم فيدل كاسترو ليست فقط هي خسارة للشعب الكوبي وإنما هي خسارة للشعب الفلسطيني ولكافة قوى التحرر في العالم، فقد كان داعما لكافة قوى التحرر في العالم وعلى رأسها القضية الفلسطينية. والعدالة للفلاح فيدل كاسترو لم يموت يا رفاق فيدل كاسترو حي الفاق فيدل كاسترو حي يا رفاق فيدل كاسترو حي الفاق كاسترو ما بننساه يا كاسترو ما بننساه يا كاسترو ما بننساه.